عايزين نسألك بقى الأول عن الكواليس بتاعت مسلسل اللعبة، كانت عاملة ازاي؟ الناس الحلوة دي كلها مع بعض. طبعا في بهدلة بهدلة وشقلبة في نفس الوقت طبعا، وكان معظم المسلسل ده كان صعب جدا، يعني تلاقي كل الأبطال دي في مشهد، ففي سواد بيحصل طبعا في الكواليس، في ضحك وفي شقلبة وبرضو نتخانق مع بعض كده، كل الحاجات في بعض. بتوحشك طبعا الكواليس دي. طبعا أكيد. طبعا ده يخليني بقى اسالك، امتى الجزء الثالث؟ في جزء ثالث ولا مفيش؟ ان شاء الله باذن الله، حد علمي ان في جزء ثالث بيعد دلوقتي الحمد لله، اكيد يعني حابه ونخش باذن الله كده. الناس كلها هتفرح، هم اللي بيسمعونا ان في جزء ثالث من مسلسل اللعبه ان شاء الله.